مش شهيد البطل كامل إن الشرطي. جئناكم اليوم باسم رابطة أمهات شهداء محافظة جنين، جئنا إليك لنهنيكي. أنا يعني دوما أحب أن أقول هاي كلمة الأم الشهيد، إحنا جايين نهنيكي باستشهاد ابنك البطل. طبعا يعني باسم كل عوائل الشهداء والأسرى في محافظة جنين جينا اليوم عندك تنقول لك يعني عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وربط الله على قلوبكم. كل أمهات الشهداء اللي عاشوا هاي التجربة الصعبة والمرينة من قبلك والله بيكونوا على الأخبار يعني ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، كلهم بيتابعوا الأخبار وأي حدث بصير في المحافظة أو برا المحافظة بيكونوا ينتظروا شو نتائج الحدث، مين اللي استشهد، إيش اسمه، يحضروا مقابلات مع أهله. يعني كل أم شهيد بيستشهد شهيد جديد في الضفة بنعاد جروح قلبها، بنفتح جروحها من جديد وبتتذكر ابنها الشهيد وبتتأثر على أمه. عشان هيك من هذا المنطلق إحنا جينا اليوم كأمهات شهداء كلياتهن يعني عاشوا نفس التجربة الصعبة اللي أنت عايشتيها حاليا، راضيات القضاء ربنا وقدروا ومفتخرات بتضحيات أبنائهم. وهذا الإشي اللي أنا دائما بحكي لكم إياه، لازم نضلكم مفتخرين بإذن الله تعالى تضحيات أبنائكم، ما نضيع جهدهم ولا جهادهم. مناش نفرق، منا نجمع، مناش نفرق، مناش ابن حماس، ابن جهاد، ابن فتح، احنا كلنا لفلسطين تحت راية لا إله إلا الله. كلنا احنا أولاد، يعني احنا من بيت ثلاثة، احنا أبوهم فتح، الثاني حماس، الثالث جهاد، بس احنا تحت راية واحدة، واحنا لفلسطين مش للفتح او لجهاد او لحماس، احنا لفلسطين كلنا، تحرير فلسطين. احنا هدفنا وبصرتنا نصل لليهود ونحرر وطننا من اليهود. نزلت على لقيته صار مكفن جاهز ملفوف بالعلم، رقبته هون مفتوحه، صدر هون مفتوح، ظهره الدم كان ينزل من ظهره، هذا هون مجرح، والحمد لله رب العالمين. لساعه ما نزل على القبر ابتسم ابني وتشاهد لما نتصاوب، قال لهم وكاني تصاوبت لاصحابه، وتشاهد مرتين والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله، قولي الحمد لله، بني لنا بيت يسمى بيت الحمد. حطيت له الأكل وبرن عليه بقول له يا أحمد هنا اليوم ما بدنا نتغدى، تعال طابخ وبدنا نتغدى. قال لي يلا هنا جاي. أجت وكم بسرعة اتصل علي، أجال اتصال طشر الأكل وراح على جنين. أجت عندي واحدة من هنا بتقول لي صاحب ابني، ابنك احمد، بقول لي اقسم بالله، بتقول لي اقسم بالله انه من نقطه السفر بكي يطخ عليهم عند الحصان، عند باكي هناك في عندهم مخيم، بتقول لي انه هناك من نقطه السفر على نابلس، اذا دري في جيش بروح على نابلس. والله ما بدري في هذا الخبر. وشو يا احمد، شو يا احمد، انا يما بالمحل تاخيريه، وينك يا احمد، انا خوف عليهم، صرت اخاف عليهم اكثر من يوم ما فقدت اخوهم. يما وين انت، يما ليش انت بتخافي، ليش انت بتصحري، خلي خرفك شيء بتسدك بسرعه. يما انا بالمحل، خلى هالمحل حج لكل نوادره وتصرفاته، كل شيء تغير. ابني يعني كان اسير محرر، ما كان طالع ما له شهرين من السجن. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه انما يوفى الصابرون اجورهم يوم القيامه بغير حساب. اكبر نعمه من ربنا انه بينزل على ام الشهيد الصبر. يمكن انا بتيش احكي اني بعيط، بعيطش، ربنا اعلم بكل انسان. الام بتضل حاسه بفزع بخوف بالنسبه لابنها. بجوز ربنا بيختار الإنسان اللي بيستاهل الشهادة. ربنا في كتابه بقول ربنا اختار يكون زوجك شهيد حتى يكرمك تجاهه، لأنه ربنا كرمه وأحبه واصطفاه، فربنا كرمك مشانه. سبحان الله رب العالمين. وإن الشرف إنه يكون ابننا أو جوزك أو جوزها أو ابنها إنه من الشهداء، وهذا دليل على إنه ربنا اختار، لأنه هو أخلص لربه وربه أحبه. فالحمد لله رب العالمين، إن كلياتنا أميات شهداء وأبنائنا شهداء.